ما إنك كلمة يا قلبي نسيتك، عدرفة شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك. بحلف لك يا وراق ما إنك كلمة يا قلبي نسيتك، عدرفة شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسيك دمعات سقيتك وبسافر بنام. في كتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال، كل الغرام خيالات العمر عم تشرق لك يا دروب تنساكي عيوني، سرقيني من الناس وردي عمر سنين، نهداتي بقلوب يمكن نسيوني، نسير الياباس يوعى من الحنين. في كتب القلب نحصد كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال. بكتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال، يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال. أنا مخجول من الكلام اللي قلته، بس للأسف ده هو اللي صار معي. أنا جاي حتى استشيرك وتصرف حسب نصيحتك. أنت يا وسيم أفندي لك فضل كتير كبير علي. الله يسامحها، سوريا بتحب زوجها كتير ونادرة حياتها حتى تساعده على تعبه وعلى مرضه. ماني متوقع أبدا تصرف معك بهالتفاهة. أفندي ما عم داوم بالمكتب، يعني كل يوم لازم أخذ له كشف كامل بالحسابات. يعني كل يوم لازم اتوقع على فضيحة تصير واتبهدل. أكيد رح يشك فيك وتتبهدل. ما بقدر خبره، القصة فيها خراب بيوت. مش بس خراب بيوت، واصف بحبها كتير ومعلق فيها، أكيد بيقتلها، وإذا شك فيك بيقتلك معها. لازم اترك الوظيفة. أكيد لازم تترك هالوظيفة، بس قبل ما تترك لازم تعطي خبر. هالإنسان كان كتير منيح معي، أكيد رح أعطيه خبر. واصف مريض بالوقت الحاضر ما قادر يداوم بالمكتب، لازم تعطيه خبر وما تترك قبل ما يلاقي موظف تاني يحل محلك. خايف القصة تاخد وقت؟ أنا رح ساعده جرب لي له موظف بأسرع ما يمكن. على كل حال هو كمان رح يفتش حتى يلاقي موظف غيرك. رجع على شغلك هلا وجرب ما تعطيها وجه بالمرة. رح تلاقي لي وظيفة؟ أكيد، لما بتترك بتكون وظيفتك حاضرة. شكرا يا أفندي. مع السلامة، دير بالك على حالك. أكيد. بعد في سؤال يا أفندي لو سمحت. تفضل. في شاب بالشغل معي اسمه زياد، وهذا الشاب ما كمل سؤالك، ديروا بالكم على بعض، زياد من الشباب. شكرا. خاطرك. مع السلامة. أمين.
يا امين، امين ابراهيم. مرحبا. اهلا بكريم، خير ان شاء الله. نسرين مثل الضيعة اللي صارت غنية، بتعرفها؟ شخصيا ما بعرفها بس بسمع عنها. جاي بدي تحكي معك كلمتين. ايه على عيني. تفضلي، هيدا هو امين ابراهيم اللي عم تسألي عنه. العوافي يا امين. الله يعافيكي، انا بسمع عني كثير بس هي اول مرة بشوفك فيها. جاي طالبة منك خدمة يا امين. انا بامرك، تفضلي. المختار اللي توفى، كيف كانت علاقتك فيه؟ من بعيد لبعيد. مرحبا. مرحبا. ما كنت تخلص معاملات عنده؟ ما عزته بشي ولا بعرف مكتوب. هو ما بيعرفك؟ لازم يكون يعرف كل أهل الضيعة. ما تنخزني، عذبتك معي. ما في عذاب أبدا، أي خدمة أنا بأمرك. شكرا، خاطرك. مع السلامة. قلت لك 100 مرة بدك تلعب الألعاب حق البيت، ضلك مركبني وراك لآخر الدنيا. رفاتي عم يلعبوا بعيد. جيبهم والعب حد البيت. قلت لهم بس ما رضيوا. طيب يلا وصلنا. هيدا هو امين عقل، شو بتريدي منه؟ ولد؟ هيدا هو ابني. ما قلتي لي انه صغير؟ ما سألتيني قد ايه عمره حتى اقول لك. في جده لهيدا الولد كمان اسمه امين عقل، ما حدا بيعرف عنه شيء. راح من زمان كثير على فنزويلا وما عاد رجع. خدي، اشتري له فيهم شيء طيب. شيء طيب؟ العيلة كلها فيها تاكل شي طيب على شهرين ثلاثة. صحتين. قالوا لي عنا كريمة بس مش هالقد. اشتري لي شي طيب. مش هلا، بعدين. الله يحميهم. مشي الحال، من هون ورايح ما في خطر عليهم. اليوم شو ناوي تعمل؟ عم بحلم نبقى سوا بقية نهار. بتحب نقعد أو نتمشى؟ ناخد قهوة عند سعدة إذا ما في مانع؟ ما في مانع، منروح مناخد قهوة. هود لقناني سيدنا من المعمر. من عندي سرين؟ من المعمر، ومعي كمان صندوقان عنب للعساكر، لمين بسلمهم؟ اثنين صندوق عنب؟ نعم صندوقان. نسرين، هذا بنت كريم كتير. تعال. الزعل بضيق الخلق وبيسود القلوب. الله يبارك بالصلحة. ما في زعل يا سعدة، شوية سوء تفاهم ومرق على خير. يا هيك يكون الغرام يا بلا، من وقت اللي خطبه كل يوم بشوفه وبتشوفه. أي متى خطبه؟ مش من زمان، كل ليلة بيجوا بيسهروا عندي لساعة 2:30 والأحد بيقضوا كل النهار سوا. الله يهنيهم. الله يهنيهم ويهني اللي عايز مثلهم. قالي إذا بيتجوزك، اللي تعود عليك وعم بيتسلى ويعبي وقته معك بيتلبك، ما بعد يعرف شو بده يجاوب، بيتهرب من السؤال. شو عم تفكري؟ ولا شيء، سرحت شوي.
رحت كتير لبعيد. أبدا أنا باقية معك. معي على طول؟ حسب. حسب شو؟ حسب الأيام اللي لازم أبقى فيها معك. أنا بتمنى أبقى معك على طول. المثل بيقول ما في صداقة دايمة. ما عم بحكي عن الصداقة، عم بحكي عن شي يجمعنا كل العمر. اللي بيجمعنا كل العمر هو شي واحد وبس، ولهلأ منه موجود بيناتنا. في شي لازم خبرك إياه، وكنت ناطر هالمناسبة المستعدة تسمعيني فيها. تفضل، سمعتك. نسرين عطتني وظيفة عندها بمعاش كتير منيح. وظيفة؟ وظيفة. ليه ما خبرتني قبل هلأ؟ قلتلك ناطر المناسبة اللي فيك تسمعيني فيها. كمل. من اليوم ورايح صار عندي مدخول شهري، ومدخول محترم، يعني صار في اتجوز وافتح بيت وابني عائلة. نعم؟ هيدا الكلام، هيدا الحكي اللي أنا هلأ سمعته منك، أنا شو خصني فيه؟ هيدا الكلام وهيدا الحكي حتى طمنك إني قادر أملك حياة كريمة إذا وفقت نعيش هالحياة سوا. كيف نعيشها سوا؟ شو قصدك؟ عم تطلبني للزواج؟ لا لا؟ مش عم بطلبك، عم بترجيك، عم بترجيك تتجوزيني. حياتي من دونك رح تكون صعبة، صعبة ومملة وتعيسة. خذي وقتك وفكر منيح، ما ضروري تجاوبيني هلأ. بيقول المثل يا مثلنا تعال عنا، نحن مثلكم مغرومين وجايين نقعد معكم. اهلا وسهلا. مغرومين وخاطبين، عقبالك يا هد. انا كمان مخطوبه، نشوي طلب ايدي وانا وافقت. الف مبروك. عقبال الزواج، متى ناويين؟ بعد 6 اشهر. موافقه؟ كل شيء بتقوله انا موافقه عليه. كون صمت قرشين وجهزت حالي ماديا. عقبالكم. نحن من اليوم جاهزين معنويا وماديا. الله يبارك بالعشقين والمغرومين. يا أهلا وسهلا فيكم. أنا عيني ما شافت لا أطيب ولا ألطف ولا أحلى من هالجمعة. الحقيقة شراب الورد لهالورود الحلوين اللي عندي. نحن ما شفنا ألطف وأزرف منك يا سعدة. رح أشرب بصحتك يا سعدة. سبقتني، أنا كنت ناوية أشرب وقول بفرحتكم، وبدي هالفرحة تكون على السريع وبلا تضيع وقت. إيه؟ بصحتك. بصحتك وبصحة كل الموجودين. الله يتمم على خير يا رب يا رب. خلاص بكفي هالقد، كنا قشين حلا نسمع. نسرين بالبيت؟ مزقزقة وفرحانة ورح تطيري من الفرح، شو القصة؟ نسرين موجودة أو مش موجودة؟ بحبك يا نسرين، بحبك كتير كتير. ما عندي أخت، أنت أختي. ما عندي أهل، أنت أهلي. ذكية وفهمانة وعندك بعد نظر، بتفهمي علاقة الشاب أكتر مني وصادقة معي. خلص بكفي هالقد. بعرف شو جاي تقولي لي. سألتي إذا بيتجوزك هو وافق؟ ما لحقت أسأله، هو سألني وترجاني وأنا وافقت. مبروك. هلأ روقي وهدي أعصابك. عادي حدي. كنت عارفة إنه بحبك، كنت عارفة. معك حق، لو عم يتسلى ويعبي وقته معي ما كان بيتزوجني. المهم، عرفتي امتى ناوي على الزواج؟ بعد 6 اشهر. ناوي بالاول يصمد قرشين، الزواج بده بيت واجار بيت وفرش بيت. كله موجود. لا يا نسرين، انا عايشه ببيت كتير صغير، صعب نتجوز ونعيش فيه. ما عم بحكي عن بيتك، البيت اللي رح تعيشوا فيه بيت خواجات، كتير حلو وكتير كبير. كيف؟ وين؟ هاو فتح بيتك. كيف وصلوا هالمفاتيح لايدك؟ عطتني اياهم نسرين،
هلأ جاي بدها تشوفك. هول مفاتيح لبيت أهلي اللي باعوه؟ عرفت، هيدا البيت اللي اشتريته وصار ملكه. ليه عطتك إياهن؟ كنت مصرة أنا تعطيني إياهن، مش بس هيك ترجتني حتى أخدهن، بدي إياهن نسكن فيه لما نتجوز. شو اللي زعجك؟ بشو عم بتفكر؟ كأنك منك راضي عن الكلام اللي سمعته مني. ما بعرف، يمكن ماني قادر اتحمل هالكلام كله من نسرين. كتير منيحة معي، منيحة معي زيادة عن زوم. ولاد ضيعة وحدة وبتعرفوا بعض من يوم اللي كنتوا صغار. من يوم اللي كنا صغار ليوم اللي صرنا شباب، ما شافت معاملة منيحة من حدا. إذا مزعوج هلأ لما توصل فيك تعتذر وترد لها المفاتيح. ما بعرف إذا كنت مزعوج أو محتار أو ملبك. مين ما بيتمنى يسكن بالبيت اللي ولد فيه وعيش فيه وكبر فيه. لكن ليه هالكرم كله من نسرين؟ ليه كل هالمعاملة الطيبة؟ إذا بيهمك الجواب أنا مستعدة أسأله. ليه كل هالمعاملة الطيبة يا نسرين؟ ليه عم تساعدينا؟ وشو السبب؟ على كل حال وصلت، عمول اللي بيريحك. ليه واقفين؟ تأخرت عليكم؟ لا عم نحكي حكي بده وقفة. تفضلوا. يا أهلا وسهلا بنسرين، شرفتينا ونورتينا. يا عم زيارتك دايما على قهوتنا خير وبركة علينا وعلى قلبنا. كيفك سعدة؟ أنا بوجودكم دايما سعيدة ومبسوطة ومكيفة. أوامرك يا ست، قليلي شو بتحب تاخدي؟ كله موجود، واللي مش موجود بلحظة بيحضر. باخد قهوة مثلهم. عم جيبها حلوة، شو رأيك؟ إذا عم يشربوها حلوة بشربها حلوة. على عيني وراسي، الله يحلي أيامك وأيامهم. حكيتوا بالموضوع أو بعد؟ بصراحة يا نسرين أنا مخجول وملبك ومحتار. ساعدتيني بالوظيفة وعم بتساعديني بالزواج وتقدمي لي بيت العمر، بيت اللي خلقت وربيت فيه. أنا حاسس أنه ما بستاهل كل هالمعاملة منك. أنت وهند تستاهلوا مني أكتر. ليه يا نسرين ليه؟ ما هو حق بهالسؤال، أنا كمان حب أعرف ليه. لأنكن بتحبوا بعض. الحب أحلى وأغلى وأجمل شي بالحياة. ما لازم تفرق بيناتكن أي قوة بالدنيا، لا بيت ولا مال ولا بشر. كل هالشي بس لأنه منحب بعض؟ أنا انحرمت من حبيبي وبعدني لليوم محرومة منه، محرومة منه للأبد. كان حبيب الطفولة والسبا والشباب. ما بدي حدا منكن يدوق الحرمان اللي أنا دقته. كلنا منعرف قصة حياتك وعذابك وحبك. هيدي القصة محفورة بذاكرة كل الأهالي. أنا واحد من اللي ما بيستاهلوا طيبة قلبك يا نسرين. أنت لقيت نفسك وأنا لقيتك، وعدتني تكون خايلة. بعدك عند وعدك؟ أنا فخور يكون عندي أخت مثلك. بعدني عند وعدي يا أختي. بعدني عند وعدي. اتجوز واسكن أنت وهند بالبيت اللي خلقت فيه. حتى تكوني راضية هيك رح أعمل. وبكون راضية أكتر إذا بشوفكن عرسان بساحة الضيعة والناس عم بتهني وتبارك. الأخت إلها حق تفرح بخي، ما هيك؟ مستعد أعمل أي شيء يرضيك. وأنا كمان يا نسرين، ماني عارفة كيف بدي ردلك هذا الجميل وبأي طريقة. عندي خي تاني اسمه يوسف، إذا بدكن ياني مبسوطة وفرحانة جوزوا كلكن بيوم واحد، كبروا الفرحة وخلوا الناس كلها تفرح فيكن. عجبتني الفكرة. إذا أنت موافقة أنا كمان موافق. أنا وهند ويوسف حال واحد، إحنا أصحاب من زمان. اعتبر البيت ملكك وتصرف فيه مثل ما بدك وكيف ما بدك. خلي أهلك يرجعوا على البيت ويسكنوا فيه، هيك بيعيشوا مرتاحين أكتر. أنا موافقة. بعرف معدنك يا هند. شو قلت وسام؟ رح يكونوا كتير مبسوطين إذا رجعوا على بيتهم. رجع بعيد السؤال يا نسرين، ليه؟
عندي وصيه لك يا نسرين، بدي اياك تحفظيها كل عمرك وحياتك. كلمه وصيه بشعه يا ماما، ما بحب تقوليها. الله يعطيك الصحه وطوله العمر يا رب. طيب منغير كلمه وصيه ونقول محلها نصيحه. نصيحتك مقبوله، خير ان شاء الله. الله يرضى عليك يا بنتي، ما تبدلي الشر بالشر، ولا الحقد بالحقد، ولا الأذى بالأذى. المعاملة الحلوة بتولد المحبة وبتقضي على العداوة، وأنا ربيتك على الأخلاق والعقل والخوف من ربنا. ولا يوم نسيت نصيحة عطيتيني إياها، ولا رح أنسى هالنصيحة كل عمري كل حياتي. اللي لمتني من الحقلة، اللي ربتني وحنت علي، اللي صارت أحب مخلوقة قلبي، أعز مخلوقة لكياني لوجداني لروحي، هي ماما حنان. ماما حنان اللي حملتني وصية، صارت أماني برقبتي. شو بتقول الوصية؟ قالت الله يرضى عليك يا بنتي، ما تبدلي الشر بالشر، ولا الأذى بالأذى، ولا الحقد بالحقد. المعاملة الحلوة بتولد المحبة وبتقضي على العداوة وبتقرب القلوب لبعضها. أنا ربيتك على العقل والأخلاق والخوف من ربنا يا نسرين. نهارك سعيد. نهارك سعيد. كيفك اليوم؟ دايما موجوع. الرصاصة كانت فاتحة جرح واسع وغميق، سلامتك. شكرا. الفرنساوية مش مصدقين انه اسمك امين. على معين الله يصدقوا. طالع من المستشفى دغري على الحبس. عارف وناطرني تحقيق له اول ما له اخر. الله يساعدك ويعطيك القوة والصبر. حبيت اطمن عليك، إذا بدك شيء ندهلي. شكرا. بعد ما أكلت ولا لقمة من العشاء؟ ليه يا حبيبي؟ ما إلي نفس يا سوريا، شيلي من قدامي. لا يا عمري لا، ناوي تنام بلا عشاء؟ شيلي من قدامي يا سوريا، هلأ ما قادر أحط شي بتمي. طيب يا روحي، طيب يا قلبي، ما تزعل، تاكل بعدين. شو اللي مزعلك حبيبي؟ قلي. ما بعرف امتى بقوم من هالتخت وبرجع على المكتب. وحضرته ناوي يقطع الحبل فيي. ناوي تتركنا يا خليل؟ مش قبل ما الاقي موظف ياخذ محلي. وصف افندي بده اياك انت بالذات، ما بده موظف تاني. ما حدا في خير بهالدنيا، ما حدا في خير. قال لك ليه بده يترك؟ اسألي. لهلا ما عنده سبب مقنع. شو القصة يا خليل؟ ليه ناوي تترك؟
الظروف ما عم تساعدني ابقى. شو هالحجة البلا طعمة؟ هالظروف اهل. اذا في 5% على المعاش تبقى؟ القصة منا مادية ابدا. على كل حال انا ما رح اترك بالوقت الحاضر. ما رح تترك لا بالوقت الحاضر ولا بالمستقبل. الافندي عايزك ورح يزيد لك 5% على المعاش. وخليهم 10% اذا بيبقى. خجلتني يا افندي. انت انسان طيب وكريم، انا بقدرك وبحترمك وبدعي لك بالصحة وبالعافية. بس يعني بعد هالكلام لشو كلمة بس؟ بس انا يمكن اترك المنطقة كلها. لغاية هلأ ما في سبب مقنع تترك الوظيفة وتترك المنطقة كلها. أعطيني سبب مقنع والله معك. ما في سبب مقنع، الاستقالة مرفوضة. واضح ما عندك شيء تقوله. سوريا، شو يا عمري؟ حط السفرة خليه يتعشى. قوم روح اتعشى وارتاح، وبكرة بجيب لي ميزانية الشهر اللي جاي كلها معك. تفضل خليل. بإذن يا فندي. لازم تاكل قبل ما تنام. الشاب بتعلم وبيعرف فرنساوي وأمين، حسباته دقيقة. ما بعرف امتى رح لاقي واحد يقدر ياخد محله. يمكن اقتنع يبقى. جربي احكي معه، جربي اقنعيه. رح اجرب. يلا يا حبيبي، يلا يا عمري، تعشى. جاي انطرني. تفضل معك. اللي ما بيعمل قيمة لنفسه ما حدا بيعمل له قيمة. في بالضيعة بنات عيال، خواجات وأفندية ومشاوات، ما لقيت تنغرم إلا بوحدة فلاحة بنت فلاح. ليش ساكت يا نجيب؟ احكي لك كلمة. صار عندك وظيفة ومعاش مرتب، يعني قادر تاخد من عيلة إلى قيمتها؟ ناوي اخد البنت اللي حبيتها. يقطع هيك حب، بكرة أصحابك بيضحكوا عليك. هذا النوع من الأصحاب ماني بحاجة له. أصحابي أنا مثل البنت اللي حبيتها، عندهم كرامة وعزة نفس وشهامة، إنسان بأخلاقه، وكلنا ولاد 9 أشهر. يعني ما ناوي تعمل برأي أهلك؟ ناوي ارفع راس اهلي بافعالي وتصرفاتي، مش بقى بخواجه. وهند رح تكون شريكه حياتي. ما رح نحبها ولا نعترف فيها ولا نستقبلها ببيتنا. شو ما عملته ما رح تشوفوا منا الا كل الاحترام. هند عندها اخلاق. ما رح تشوفنا بالعرس. بتامل تغيري فكرك.
بي افندي وانت خواجه ابن خواجه وابنك هيدا راح يحط لنا راسنا بالارض. عنيد ما ناوي يسمع لا منك ولا مني. هيدي الكنزة رح أعمل لك إياها للشتة حتى تدفيكي، ورح أعمل لك إياها كمان كتير حلوة. شادي ما رح تعملي له وحدة؟ وحدة إليك وحدة إله. لما بخلص اللي بين إيدي بشتغل وحدة لشادي. أنا عندي ثلاث كنزات. بحب أهديك شي من شغل إيدي. تسلم إيديك. الله يسلمك يا حبيبي. والله يسلمك أنت يا تقبريني. وين موجودة نسرين؟ بالصالون. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. العرس تأجل أو بعده على الموعد؟ العرس بكرة وبعده على الموعد. بعدت تعزميني على عرس حبيبة؟ صحيح إنك داهية. داهية وخبيثة ولئيمة يا نسرين. أخيراً عملتيها معي؟ مش معك، مع وسام. دليته على الطريق الصحيح لحياته ولمستقبله. أكيد اشتغلت كتير حتى تقنعيه. وسام صعب يتركني كرمال وحدة مثل هند. حبها وانغرم فيها وطلبها للزواج. مستحيل يحب غيري. أنت اللي سرقتي مني وعطيتي لهند. كيف دوختي؟ كيف برمتي له راسه؟ شو عملتي؟ نفسي أعرف شو عملتي. اشتريته منك وأنت بعتي؟ أنا قادرة بكلمة وحدة إلغي العرس وخليه يرجع لي. ولا بالمنام رح يرجع لك. يوم اللي بعتيكي موجود وحضر السوق، سوق البيع والشراء. عارفة إنك راجعة لتنتقمي. أبداً، ماني ناوية انتقم من حدا. راجعة بدي أعيش بأمن وسلام، بجو نظيف، نظيف وصافي وصادق. إذا اشتقتي للبنت، يحي موجودة بالصالون بالوجه. من سنة 1920 ولليوم وهالبلد مرتاح، ولا بيرتاح إلا باستقلال كامل. الحكم والسيطرة من برات الحدود عمل قاسي مهين ومزل لكرامتنا. بال 1920 وقبل ال 1920 تاريخنا كان في مواقف حاسمة وصعبة. فضل الإخوة موجودين سوا، هاي ضربة حظ إلي. يا أهلا وسهلا. نحن اللي حظنا كبير، شرفنا وجودك. تسلم يا خليل. كيفك يا زياد؟ وجودك بكبر القلب وسيم افندي. شكرا. تفضل تفضل. اليوم عندك مهمة ومشوار طويل يا زياد. أنا ناطر أي خدمة بترفع الراس يا افندي. أمين كان جريح بالمستشفى وتحت الحراسة. اختفى كليا من المستشفى ومن البلد. أمين ما غيره؟ صديقك ما غيره. الله يحمي. وين بده يكون؟ ما حدا بيعرف إلا الغزال. أنا بعرف الغزال وبعرف وين بيكون. تعاخد حصان من عندي ومشي مع غروب الشمس. ثلاث ساعات روحة ورجعة. خلي الغزال يقول لأمين إنه صورته يلي أخذوها بالمستشفى عمموه على الحواجز. قل له كمان ينتبه من الجواسيس.
أمين صار مطلوب حي أو ميت. رح خلص شغلة عبكير ومع غروب الشمس بمشي. يعطيك العافية. بالإذن. إذنك معي. طمني كيف جو الشغل؟ الشغل ماشي بس الجو كتير سيء. ست ثريا ما في شي بيمنعها عني. وصف أفندي زعل كتير مني ورافض إني أترك الشغل. صبور كمان شوي، الأيام بتحل الموضوع وثريا بتتعب وبتقطع الأمل. أنا صابر بس يا وسيم أفندي للصبر حدود. أكيد أكيد يا خليل، لازم نلاقي حل ما يكون خراب البيت نحن سببه. العروس فقيرة معترة من عائلة الفلاحي، كنت بتمنى لخي واحدة تانية. هذه بنت تحت عيون عساكر، يعني في مراقبة. ما بيطلع من أمرها شي، يتيمة ما عندها لا بي ولا أم. أكيد ما أنا مصدقة أنها رح تاخد خيي. مرحبا. اثنين مرحبا علشان يصغين. كيفك اليوم؟ طمني عنك. منيح، كتير منيح. سارة بتفوت لعندك من دون إذن؟ حطت لي اسمي على الباب، وقت اللي بدي بيجي بشوفه وبتطمن عليه. تفضلي تفضلي. كنت بتمنى بس مشغولة، كتير مستعجلة. جاي أطلب منك حتى نعمل العرس بساحة الضيعة. أنا بوافق، كله بيصير علشان نسري. شكراً، ما تأخذني على هالزيارة القصيرة، تاني مرة زيارتي بتكون أطول. بعتلك عزيمة حتى تفرحي بخيك، أهلا وسهلا فيك. بخاطرك. مع السلامة. هيدا ما بيصير، عم بتعاملها مثل ما بتعاملني وصايرة بتفوت لعندك ساعة اللي بدها. فيكي دايما زعل علشان الرسمين، هيدي بنت فيها هدايا كتير علشاني وعلشان عساكر. يقطع عمره وعمر الهدايا، انت عم بتسيرها زيادة عن اللزوم. شو لازم بيعمل؟ هي ريبات هدايا، انا لازم بيسيبها ولا يقول ميرسي. هالميرسي ما عجبتني ابدا، ما شفتها كيف كانت عم تتطلع فيك؟ رح تاكلك بعيونها. شو يعني انا اتاكل بعيونها؟ يعني بتعجبها كتير. أنا بجاوب نسرين؟ واضح، هي كمان يمكن تعجبك، أنا بفرجيها، أنا بفرجيها. شو بيظهر أجلته العرس؟ لا، ما في سبب حتى نأجله. ليه بعدك بالمكتب؟ في وقت، العرس بكرة مش اليوم. العريس ما بيشتغل قبل يومين وثلاثة من عرسه. أنا بشتغل، عندي واجب ولازم أعمله. عاملين العرس بساحة الضيعة يا وسام؟ هذا اللي اتفقنا عليه، شو المانع؟ منين معك مصاري تجمع كل هالناس وتقوم بوجبات العرس؟ وجبات العرس هدية من نسرين. نسرين ناوي تحط راسك بالأرض، جامعة كل هالناس حتى تنتقم، وبدا اياهم يشوفوا ابن الخواج عم يتجوز وحده فلاحه مثلها. بحلف لك يا وراق ما انده كلمي، يا قلبي نسيتك عدرفة شباك، ولهاك المشتاق رح ودي نسمي، دمعاتي سقيتك
وبسافر بناتك بكتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل تشرق بالبال بكتب القلب منحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال.